متى تاب العبد توبة صادقة نصوحا من جميع سيئاته غفرها الله حتى ولو كانت الشرك، تاب توبة صحيحة صادقة نصوحا بالندم والإقلاع والعزم أن لا يعود وأتبعها بالعمل الصالح فله أجر عظيم، والله يمحو سيئاته ويبدلها حسنة جل وعلا. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة وكان الله غفورا. مع التوبة يبدل الله سيئات حسنة، إذا تابوا توبة صادقة من الشرك، من الزنا، من شرب المسكر، من العقوق، من القتل، من غير هذا، إذا تاب توبة صادقة ندم ندما صادقا وعزم أن لا يعود في المعاصي واستقام على طاعة الله ورسوله كفر الله سيئاته وأبدلها حسنة.